آدم وأنس ووصفتها الثانية. أهلا ومرحبا بك أنس. أهلا. ألوغ عندي تيراميسو بسكوي سبيكولوز. سبيكولوز ولا بسكوي داك العادي؟ نعم. نحتاجو 500 غرام ديال الماسكاربون ولا داك الجوب الأبيض تكون شي حاجة مزيانة. خمسة البيضات. خمسة البيضات. خمسة معقبات ديال السكر صغير كلاسي. نعم. واحد العلبة ديال البسكوي هذا اللي قلنا إما سبيكولوز راه كاين سميتو سبيكولوز ولا بسكوي عادي داك اللي داير بحال شكل الكوكيز ولا المهم بسكوي. المهم بسكوي. بسكوي يكون عادي. 300 مليلتر ديال القهوة تكون مقطرة تكون قاصحة نيت. نعم. وواحد معلقة كبيرة ديال الكاكاو غبرة. ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو. كاكاو غبرة هي. ألو كنضربوا صفر البيض مزيان مع داك السكر حتى كيولي لنا واحد كنحصلوا على كريمة. نعم. ملي كنزيدوا داك الفرماج ديال الماسكاربون. ونعاودو نطرب نخلطو مزيان. نعم. بعد كنحطو على جنب كنطربو البيض البيض حتى كيطلع لنا بحال الثلج. وكنزيدو الخليط الاول. نعم. وكنحركو بالماء حتى كيتخلط مزيان. كنشدو شي داك الكا ديال الكغاتان ولا فين غنديرو ولا قوالب مفرديه من داك الكغاتان داك يكون ترونسبارون ديال الزاج. كنشدو كنبلو داك البسكوي في ديك القهوه السائله تكون قاصحه. وكنحطوهم في القاع ديال كنفرد نديرو تفريشة ديال البسكوي مبلل ونخويو عليه الطبقه ديال ديك الكريمه. ونعاودو نديرو طبقه اخرى ديال البسكوي مبلل ديما في ديك القهوه. وهكذا حتى كنساليو حتى تولي الكريمه هي الاخرى الفوقانيه. نعم. من بعد كندخلوها للثلاجه المجمد ولا المهم الثلاجه عاد من بعد المجمد باش تشد فراسها مزيان حيت كيخصو يكون شد فراسه. صافي ملي كنخرجوها شي اما تبات من الاحسن تبات ولا المهم 6 سوايع 8 سوايع. المهم ملي كنبغيو نقدموها كنشدو في الشوكولاته غبره كندلو عليها من الفوق هكا كولا ينكوش ديال صافي كتقدم بالصحه والراحه كيجي هائل. تبارك الله عليك انتي هائله كالعاده. صباحكم مبروك. شويه خديت الوقت ماشي مشكله. لا لا صباحكم مبروك. الله يرحمك. الله يرحمك. كنحيوك. شكرا لك.